من جديد. يعني كنا بنتكلم عن الراحل الكبير المايسترو قائد نادي الاهلي والذي اسس مبادئه ورسخها كمان. اللي عايز يتعلم كمان مبادئ نادي الاهلي في اي حاجه في الرياضه المصريه عموما يتعلم من هذا الرجل يعني الاسطوره فعلا الراحل صالح سليم. يعني كنا بنتكلم مع كابتن ياسر قبل ما نروح بقى للكابتن شريف وذكرياته. كنت عايز تحكي لي حاجه. لا يعني في مواقف كتير قوي مع كابتن صالح الله يرحمه. برضه ما انساش الكابتن عبد الوهاب والكابتن طارق سليم دولت اخواته برضه الله يرحمهم. ناس من الناس اللي انا عاصرتهم وعاشرتهم في النادي الاول. كابتن شريف برضه عاصر الناس دي طبعا. كابتن شريف اكيد عنده كواليس كتير بس يعني. في حاجات قابلتنا مع كابتن صالح. انا اغلبيه الجيل التسعينات كمان كنت بتعامله معاه شخصيا يعني مش شخصيا مباشر يعني يعني انت لازم تعرف برضه. لا احترام والله يا ميدو. لا بجد اوضح. لا احترام. لا هو كان في فرق بين اللي هو بيجي لك ويتكلم معاك وفرق بين اللي انت هيبه رئيس النادي الاهلي. موقف اللي قابلتني واحد من الامن والله بتاع النادي اللي حكى لي على الموقف ده. فكان في ضيف جاي مع الامير من الامراء اللي هم العرب جايين مع كابتن صالح سليم. وهو داخل البوابه داخل باب النادي قطع له التيكت اللي هو تذكره الدخول. ده الامن اللي بيحكي لي وقال لي انا كنت داخل لقيت كابتن صالح بيقطع للشيخ او الامير ده تيكت النادي الاهلي الدخول التذكره. دفع كابتن صالح دفع. غريبه جدا دي. والله دفع واداله الفلوس وخد منه التيكت واداها للشيخ الامير ودخل وخرج. الراجل خلاص خد ضيافته في النادي الاهلي وهو ماشي بعد كده بتاع الامن كان مستغرب. فكابتن صالح سليم مسك ايده كده وقال له انت عرفت انا قطعت له التيكت ليه؟ قال له بصراحه كابتن والله ما اعرفش. قال له عشان مش يعرف ان دخول النادي الاهلي مش اي حد يدخل النادي الاهلي. عشان يعرف يدخل النادي الاهلي دي حاجه كبيره قوي. فده من المواقف اللي هي المبادئ يعني. في بيبقى في عشاء من احنا الدنيا اتغيرت بس بص الحاجات دي قديمه. بس شوف بتفضل في طول عمرها معانا بتوصل لي يعني. انت لما تيجي ضيف معانا في النادي الاهلي الناس ما بتاخرش وبيدخلوا كل حاجه بس هو عمل حاجه للشخص ده اللي هو عشان يعرفه. عمل موقف. الموقف بالنسبه لنا كان كبير. ده من المواقف يعني اللي مؤثره بالنسبه لنا. اكيد. كابتن شريف. يعني كابتن صالح بالنسبه لي انا الاسطوره في حياتي كلها يعني. عايز حاجه جديده يعني حاجه جديدة. ما ايه ده؟ انا ما عملت الحادثه بتاعتي وكان ادى امر فورا ان انا اطلع على بره اتعالج بره مصر. ولقيته اول واحد واقف مع الدكتور هو كابتن حسن حمدي في المستشفى. يعني انا وصلت بالليل مثلا كان معايا الله يرحمه كابتن عبد الوهاب سليم وكابتن صفت مراجيحي مصر الطيران كانوا طالعين على انجلترا. كان ايام كاس عالم 82 اللي هي البطوله اللي احنا خدناها دي. انا ما لعبتش الفاينل بس. فلقيتهم موجودين الصبح مع الدكتور. يعني انا ادوني حقنه في عربيه الاسعاف. صحيت لقيت كابتن صالح قدامي في لندن. كابتن حسن حمدي. يا حاجه. فبقول للدكتور بيقول لي هحط لك مسمار تحت رجلك مش عارف فين. فبقول لهم قولوا له ان انا لعيب كوره. فكابتن صالح ضحك. قال انا عايزك ترجع تمشي على رجلك لامك بس مش عايزك حاجه ثانيه. قلت له لا. ساله طيب كده هلعب كوره ثاني وانا متخرشم طبعا. قال لي ان شاء الله هتقوم كويس. وبقى يجي لي في المستشفى. انا قعدت شهرين. بقى يجي لي كل اسبوع في المستشفى وسايب لي بكوتماني كده تحت. انا ما بتحركش في المستشفى بس هو يعني لو هزت حاجه لو بتاع. فغير بقى ان انا طول حياتي في النادي الاهلي وبقابل الكابتن صالح وبهزر معاه وانا كنت من اللعيبه المقربين ليه هو والكابتن طارق والكابتن عبد الوهاب كانوا يحبوني جدا. زي يعني انا كنت بحس ان انا بالنسبه لكابتن صالح زي هشام وخالد بالظبط. كنت بتمشى معاه كنت بروح نادي الجزيره على طول اقعد معاه. كان عنده كلب هو كده يحبه ويتمشى بيه من البيت لغايه النادي فانا اوصله كده لغايه باب النادي وامشي معاه شويه كده ويقول لي خلاص ونقعد ندردش في كل حاجه.
في ايه اللي ما بيعجبوش في المرور، ايه اللي ما بيعجبوش في الحكايه. هو كان مظبوط في كل حاجه، عارف لما تقول القهوه دي مظبوطه قوي يعني، فاهم ازاي؟ كابتن صالح مظبوط في كل شيء، يكلمك في اي شيء يعني، بيكلمك في كتب تتعلم منه، مفيش حاجه بيقولها لك غلط. يقول لي يا شريف خد بالك الكوره كده، الزمن هيعدي بيك كده، استغل الموقف اللي انت فيه، انت من احسن اللعيبه اللي عندي واللي انا بحبها، وتبقى تقدر تبقى حاجه كبيره قوي. فجي كابتن عادل القيعي قال لي انا مره جبت لعيب للكابتن صالح وبقول له تعالى هفرجك على لعيب كويس وما فيش، قال له هيبقى مين يعني؟ شريف عبد المنعم. الله. فقال لي القيعي سكت كده، قال له لا يعني بس هو كويس. قال له لما يبقى زي شريف عبد المنعم ابقى اجي اتفرج عليه. الله. انا كانت كابتن صالح كاريزما في كل شيء يا ميدو، انت ما عرفش حضرته وعاصرته ولا لا، ده يخش الفن يبقى اسطوره لحد النهارده. لا بس يعني حكاويه تكفي يعني، يتكلم يقعد في وسط الناس والمجتمعات اللي كان موجود فيها، مشرفنا جوه وبره مصر. روح بيضه كده شفافه، عايز الخير لكله، زي ياسر ما بيقولك. او ما بيقول له كابتن صالح، قال له في حاجه يا ابني؟ افتكر ان هو في ازمه ولا حاجه، على طول يحل له الدنيا، وعارف انه جاي مغترب مثلا من منصوره حبايبنا سطوحي والناس دي، هو كان بيحب كل الناس. فعنده الروح اللي هو يستقبل، وعنده الروح اللي هو يوضح، وعنده قليل الكلام جدا انما هداف، ما يرغيش في حاجه الا لما يجي. مرة جالي قبل ماتش أهلي وزمالك، مش عايز أطول يعني، وقال لي أنت هتطرد بكرة. قلت له يا كابتن صالح، عارف فوق عندنا قدام الأوضة بتاعت مجلس الإدارة دي. قلت له أنا بكرة يا كابتن صالح. قال لي هتلعب؟ قلت له. قال لي طب خد بالك مكلمين الحكم عليك وهتطرد بكرة. قلت له يا كابتن صالح أنا هطرد بكرة ماتش أهلي وزمالك. قال لي هتلعب يعني؟ قلت له أه هلعب. قلت أنا تعبان وعندي الزايدة منفجرة ومش عارف أنا. كل شوية أقول لهم أي أي. طبعا كنت تنسى. قال لي بكره خد بالك ماكش دعوه بالحكم. اتطردت في الدقيقه 45. لا ده حصل معاه بقى موقف يا كابتن شريف. قال لك اتطردت في الدقيقه 45. قال لي قلت لك جالي في المستشفى، كنت عامل بقى عمليه زي، كان هو داخل في الانتخابات هو فريق مرتجي ونجح هو في ال... ف قال لي انا مش قلت لك انك هتطرد؟ قلت له مش انا يعني، دي ازاي ده هي اللي كانت حصل يعني. حكاوي تكفي يعني. نسمع الموقف بتاع كابتن ياسر بعد ما نطلع نسمع التقرير الصوتي عن الراحل العظيم في ذكرى ميلاده، الراحل العظيم صالح سليم. رحلة المايسترو صالح سليم في العمل بالمجال الإداري بعد 4 سنوات من اعتزاله، حيث تولى منصب مدير الكرة بالنادي في عام 71، وبعدها بعام واحد تم انتخابه عضوا في مجلس إدارة النادي عام 72. وفي عام 76 خاض انتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي لأول مرة أمام الفريق عبد المحسن مرتجي، الذي فاز برئاسة المجلس بفارق ضئيل من الأصوات، ليعاود المايسترو المحاولة مرة أخرى عام 80، ويستطيع حينها الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، ليكون أول لاعب كرة قدم يتولى هذا المنصب الكبير. استمر صالح سليم رئيسا للنادي الأهلي خلال دورتين متتاليتين من عام 80 حتى عام 88، ليقرر بعدها الابتعاد عن الساحة. وما أن رحل المايسترو عن النادي حتى تدهورت أحوال فريق الكرة وانهارت النتائج، مما دعا عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة للاستقالة في فبراير عام 92 قبل اكتمال دورة المجلس بتسعة أشهر. فصارع صالح سليم بالعودة مرة أخرى من أجل إعادة الاستقرار للنادي، وتجنبا لتدخل الجهة الإدارية بتعيين مجلس جديد، حيث استطاع بشعاره الخالد الأهلي فوق الجميع إحلال الاستقرار داخل القلعة الحمراء. تلعبوا كرة ليه؟ أساسا بقى تلعبوا كرة عشان بتحبوا اللعبة. لا يمكن حد يوصل للعيب درجة أولى في نادي الأهلي إلا ما بيكون بيحب لعبة كرة القدم، وإلا كان زمانه
بره من زمان. شهدت فترات رئاسة المايسترو للأهلي إنجازات ونجاحات كبيرة في كرة القدم، حيث حقق الفريق الأول 33 لقبا متنوعا على المستويين المحلي والأفريقي، وكان تتويج الأكبر في 22 من مايو 2001 في جنوب أفريقيا، حيث تسلم المايسترو جائزة نادي القرن في القارة الأفريقية للنادي الأهلي. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الجهاز that we meet again في presentation of the same honor. ولم يقتصر اهتمام المايسترو على كرة القدم فقط، بل امتد للألعاب الأخرى لتشهد فترات رئاسته للنادي نجاحات غير مسبوقة. يعني صعب قوي لما تيجي تتكلم على شخصية زي شخصية الراحل أو المايسترو الكبير صالح سليم، صعب قوي تلاقي كلمات عشان توصف بيها هذا الرجل. يعني أنا قاعد بسمع التقرير ومعايا طبعا الكباتن الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ياسر ريان. كابتن شريف بيقول وحشني قوي صوته، يعني بيقولها فعلا زي ما يكون في يعني حاجة فعلا، حد يعني بيحب حد وحش صوته كده، يعني إحساس لايف، يعني إحساس مش عارف أوصله لكم إزاي، لكن فعلا أنا تهزيت لما سمعت الكابتن شريف بيقول كده. حاجة بصراحة يعني تحسسك بقشعريرة كده، يعني تحسسك بفخر إن أنت بتتكلم على رجل يعني مهما يعني تجمع كلام عشان تتكلم عليه عمرك ما تلاقي جمل أو كلام يوصف هذا الرجل الكبير وهذه الشخصية الكبيرة. رحم الله هذا الرجل الكبير. لا يعني كل ما أجيب حد بصراحة أو نذكر سيرة هذا الرجل بصراحة يعني بذكروه بشموخ، بيقول لك شخصية مغرورة طيبة عنيد وفي، يعني كل حاجة وعكسها. يعني دي الشخصية فعلا اللي ما تلاقيهاش، او الشخصيه اللي صعبه تتكرر ان تلاقي فيها كل حاجه وعكسها. يعني كل حاجه وعكسها ازاي؟ ان انا ابقى صارم جدا وفي نفس الوقت طيب جدا، ان انا ابقى شديد جدا وفي نفس الوقت قلبي حنان جدا. هي دي الشخصيه فعلا اللي مش ممكن تلاقيها ومش ممكن تعوضها. يعني رحم الله هذا الرجل فعلا قعدت ترحم عليه الاف المرات. حاجه فعلا قيمه وقامه النادي الاهلي، رسخ فعلا مبادئ وعلم مبادئ وعلم اجيال، لغايه دلوقتي الاجيال كلهم بيقولوا يعني صالح سليم. بص يا ميدو، انا بقول لك انت بتتكلم، انت بتاخد الاحساس، انت كمان خدته مننا او ناس الضيوف اللي بيجوا لك من لعبه الكوره. انا كابتن عصر. كابتن اسامه دمع، كابتن شريف يعني دلوقتي يعني لا انت كمان يعني حاجه بصراحه بنحبه. على سرلناش فرصه نقول اي حاجه يعني الراجل الله يرحمه. بص يا ميدو، احنا يعني انا اللي حصل بقى موقف معاه من يعني اول ما جيت النادي الاهلي، كان في مفاوضات بين النادي الاهلي وبين المنصوره اللي كان طبعا مهندس عبد القيا موجود، كان هو طبعا الدينامو كان في الوقت ده هو اللي كان بيتحرك. فلقيت المهندس عبد القيا قال لي تعالى كابتن صالح سليم عايزك. كابتن صالح ساكن قدام نادي الجزيره على طول. كنت انا لسه في نادي المنصوره حين برشلونه اولمبيات برشلونه وانا في منتخب اولمبي، فقال لي تعالى. المهم طلعت قابلت كابتن صالح سليم، لقيته بيرحب جامد قوي. لسه ما اعرفش انا اهلي ولا هفضل في المنصوره همشي. قال لي بص يا ياسر، انا انت اكيد لعيب كوره كويس، هو ما شافنيش على فكره، سمع وقال لي انا عندي مبدا، طالما الناس كلها متفق عليك اللي انت لعيب كوره كويس يبقى انت لعيب كوره كويس، مش هنختلف انا. فعشان كده انا عايزك تيجي النادي الاهلي. قلت له كابتن طبعا انا امنيه حياتي اللي انا العب النادي الاهلي، انا اصلا اهلاوي وعيلتي واخواتي والولد اهلاوي نفسها كلها، مش المنصوره كلها اهلاويه. قال لي بس انا عايز منك حاجه، انت مسافر امتى؟ قلت له مسافر بكره رايحين ايطاليا، ومن ايطاليا على اسبانيا اللي هي المنتخب الاولمبي، من معسكر في ايطاليا وبعد كده اسبانيا. قال لي طب النهارده تنزل تصريح، شوف الذكاء بتاعه بقى، يعني هو اتكلم معايا وخلاص. قال لي بس انا قدام المهندس عادل القيعي. قال لي بكره وانت قبل ما تسافر تنزل لي تصريح اللي انت مش لاعب غير للاهلي، ليه كان في مفاوضات زمالك واسماعيلي ومقاولين. قلت له اوكي يا كابتن. فعلا تاني يوم في اخبار رياضه اتصلت بالاستاذ ايمن بدره. استاذ ايمن انا خلاص قررت مش لاعب غير النادي الاهلي. قال لي ده قرار، كان متابعه الصحفيين في الوقت ده كتير.
وفعلا اتكتب تاني يوم اللي ياسر ريان الحمد لله في السنه دي رحت الاهلي، ومحمد جابر كان في العاب من شبين راح الزمالك. ده المانشيت اللي كان موجود. طيب خلصت من ده والحمد لله، قعدت فتره طويله طبعا كان في صراع على الموضوع ده. لقيته مره برده من المرات جاي للتمرين، هو من النوع اللي هو يحضر التمرين قبل ما اول ما انت تنزل التمرين وقبل ما انت تخلص التمرين يكون هو ماشي. يعني ما بقعدش بيشوف حاجه بيتفرج عايز يقول حاجه. فلقيته في اليوم ده قعد لاخر التمرين وقال لي انا عايزك حاضر يا كابتن، وانا طالع من الملعب مستنيه وقاعد على الكرسي في الملعب انت بتاعتتش ده. فلقيته قابلني قال لي تعالى اقعد، هات كرسي واقعد. جبت كرسي قال لي انت لعبك محفوظ. انا قلت عايز ايه؟ جاي من نوع المدعى الصبح جاي يعني مدعى بقى. قلت قال لي لا بتكلم بجد، انا بتفرج على لعبك، انا ما بجيش ماتش بس بتفرج في التلفزيون، انت بتعدي بالكوره وبتعمل ايه؟ انا ممكن اسيب لك خطوتين ثلاثه. قلت له هعدي منك برضو عشان سريع. دخلت معاه بقى في نقاش. فقال لي لا انا عايزك تطور من لعبك مره من جوه من بره. قلت له يا كابتن على فكره الكلام حضرتك ده بتقوله كويس جدا وانا نفسي اعمله، بس الين هاريس قال لي ما تعديش غير من بره. قام مسلم على قال لي اسمع كلام المدرب ما اسمعش كلام، وقام مشي. شفت بقى على طول بص ما فيش هو كان عايز يقول لك حاجه ثانيه ومشي. لا بص يا ميت لا يا كابتن اسمع كلام المدرب ممكن يكون طبعا بيقول لك مظبوط ما سابلناش حاجه ما ادالكش فرصه يعني مش يجي يقول لك لا بيقول ليه كده او ازاي لو يدخل اسمع كلام وسلم عليه وقام مشي. حاجة كده انت تتعلم منه. انا بقى ما كنتش بسيب له فرصه، كنت بلعب في كل حته. هو ايه يعني لا هو قد ايه ايه سره يا كابتن شريف؟ ايه سر الراجل ده؟ سره الصح. احترع دوك فيك. مظبوط. شوف قال كلمه في انتوا مش بتحبوا الكوره وجات لكم فرصه انك انتوا تبقوا في نادي زي النادي الاهلي، ما انتوا اكيد لعيبه كوره ومش هتبقوا كويسين الا اذا كنتوا تكونوا هنا. العبوا كوره، قدوا حبوا الكوره، ربنا اداكوا حاجه كبيره قوي ان انتوا في النادي الاهلي او في نادي الزمالك او انتوا مش حبوا الكوره، شوف السهوله. طب حبوها العبوها، وفي احلى من كده؟ فشوف حتى الفلسفه بتاعته انه يوصل لك اللي عايز يقوله لك، العبوا كويس يعني قد ما بتحبوا الكوره ادوا، وانتوا في احسن مكان موجود، عايز يقول لكم النعمه اللي انتوا فيها، النعمه فعلا الوجود في النادي الاهلي، الوجود في النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، استغلوا الوقت زي ما كان بيقول لي، الوقت بيعدي كده فعلا لانه عدى منه كده. انت فهمت قصدي؟ يمكن ما حققش كل اللي نفسه فيه طبعًا. فنفسه في ياسر، في ميدو، في شريف، في الخطيب، في صفا عبده، في زيزو، كان بيحب صفا عبد الحليم جدا، كان نفسه يشوف اللي هو ما قدرش يحققه معاه نفسه في الناس اللي هو بيحبهم. فكانت النصيحه بتبقى ان سبوت يعني مظبوطه قوي، جول مظبوط، نصيحته مظبوط. حلو قوي حلو قوي الكلمه او التعبير اللي حضرتك قلته عليه، راجل مظبوط مظبوط، مش عايز منك حاجه، هو عايز منك حاجه غير مصلحتك يعني. برضو المواقف اللي انا سمعتها واحنا موجودين في النادي الاهلي، اجتماع طارئ لمجلس اداره النادي الاهلي، فهو ما كانش يعرف الاجتماع ليه اصلا او ايه اللي الاداره بس قالوا في اجتماع هو مش عايزين يقولوا له يعني. فايه اللي دخل الاجتماع مجلس الاداره بيقول له في احنا نعمل مؤتمر ازاي جمهور الزمالك يطلع يشتم رمز من رموز النادي الاهلي. قال لهم شتم مين؟ قال لهم شتم حضرتك. قال لهم ايه المشكله؟ ما هو شتم النادي الاهلي ولا شتم صلاح سليم؟ لو النادي الاهلي كلنا نمشي وراه، لكن يمشي يشتم اي فرد او يسب اي فرد مش مشكله، لكن ما يسبش النادي الاهلي. لا هو فعلا يعني كابتن شريف قال ان هو راجل مظبوط في كل حاجه، ودي يعني قلت له سره، كمان قال لي سره ان هو بيمشي صح في كل حاجه. يعني لو طلبت من حضرتك توجه له كلمه في ذكرى ميلاده. بندعي له كله بالرحمه والنور في حياته كلها اللي كانت عايشها، ان كل الناس تقرا له الفاتحه النهارده وتدعي له بالجنه ان شاء الله، هو والعيله كلها وكابتن طارق وكابتن عبد الوهاب، الناس دي كمان مش طيبه كانت من جوه، قال سليم كلهم اعتقد ان هم كانوا مسخرين للاخرين. فاقل شيء ان احنا ندعي لهم بالمغفره والرحمه يا رب ان شاء الله. اكيد يعني نورتنا وشرفتنا كابتن. ميرسي يا فندم ان انا كنت معاك النهارده ومع كابتن مصر. انا بشكرك بجد يعني. بيتك وانت اللي نورنا وشرفنا، احنا سعيد جدا ان انا اكون موجود هنا دايما معاك. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك كابتن ياسر، نورتنا وشرفتني. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، سعيد بكابتن شرف النهارده وكابتن اسامه عرب ان شاء الله. حبيبي يا كابتن. زي ان شاء الله نشوف احمد كده يعني زي ما بتتمنى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ربنا يوفقك.
يعني دي كانت نهايه استوديو التحليل بتاعنا النهارده، اتكلمنا فيه عن مباراه الاهلي والجونه اللي انتهت بفوز الاهلي بست اهداف نظيفه، وشفنا تالق اللاعبين كلهم، ويعني الله يكون في عون الكابتن حسام بدري. كمان اتكلمنا او تطرقنا للكابتن المرحوم الكبير النجم الكبير والماستر الكبير رمز النادي الاهلي ورمز الرياضه المصريه المرحوم صالح سليم. اشوفكم على خير ومع الف سلامه. Thank you.